الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام وانتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك هنقدم لكم روشتة نصائح بمناسبة العيد. النصيحة الأولى، أول يوم العيد وعند الذبح كنا بنصير بنعرف نستخدم الآلات الحادة، وللأسف الشديد كثير من الناس بصير عندهم إصابات مثل الجرح والقطع، وممكن تصل إلى حد الغرز بسبب استخدام السكاكين وغيرها من الآلات الحادة. يا ريت إذا إحنا ما بنعرف نستخدم السكينة ندي السكينة اللي بعرف يستخدمها إذا كان دباح أو متخصص في الدبح. بعد عملية الدبح لازم نستنى على العجل أو الخروف لعند ما يتصفى دمه، لأنه الدم عبارة عن مستنقع للجراثيم، وما نستعجلش في السلخ إلا بعد ما بالفعل كل الدم يتصفى. أكيد طبعا الإفطار راح يكون الكبدة والأحشاء الداخلية للأضحية. كثير من الناس بتجيب الكبدة، راس القلب، الفشة، وكلها بتخربطها مع بعض وتستخدمها مع بعض، وهذا طبعا خاطئ. يجب عزل الكبدة عن باقي الأحشاء، لأنه الكبد هو عبارة عن مخزن للفيتامينات والمعادن، واستواء بشكل كامل للكبدة معناته احنا فقدنا جزء كبير من هذه الفيتامينات زي فيتامين ألف ودال وغيرها من المعادن. وهناك معلومة خاطئة، كثير من الناس تعتقد أن الكبد هي مخزن للسموم، وهذه معلومة مش صحيحة. الكبد هو يخلص الجسم من السموم، فتناول الكبد يعتبر قيمة غذائية عالية، وإن كان بيحتوي على كمية عالية من الكوليسترول، ولكن ناخده باعتدال، ويجب فصل الكبد عن باقي الأحشاء. وياريت الكبد ما يستويش، يكون استواء خفيف جدا عشان أستفيد من القيم الغذائية تبعت الكبد. أثناء عملية السلخ ياريت نستنى شوية على اللحم لعند ما يتصفى الدم، لأنه زي ما حكينا الدم هو عبارة عن مستنقع للجراثيم. وعند تناول اللحم نحاول أن نقلل من الدهون الموجودة، وإن كانت الدهون مفيدة لصحة الإنسان ولكن أيضا لها مضارها، تحديدا للناس اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول والدهون الثلاثية ونتيجة قلة الحركة وقلة الرياضة، فإحنا بأمس الحاجة إلى تقليل نسبة الدهون في أكلنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لما تجينا اللحمة الأفضل أنه احنا نقطعها حسب طريقة الاستخدام وحسب الطبخة، وضروري نحطها في كيس أبيض مش كيس أسود، ونحط الكمية اللي بدنا إياها، والأفضل أنه نحطها أول شيء بالثلاجة تحت مش بالفريزر، نسيبها لمدة 6 ساعات، وبعد هيك ننقلها على الفريزر على التجميد. وياريت كمان نفصل الدهون عن العظم عن اللحم، يعني ما نخزن بالفريزر العظم مع اللحم مع الدهون، لأنه كل واحد في التفريز له درجة حرارة معينة. أكيد طبعا في العيد راح ناكل كباب، والكباب معناته راح نشوي على الفحم، ولكن خذوا بالكم استخدام الفحم في عملية الشوي هو خطير جدا، وتعتبر الشوي على الفحم عادة غير صحية، وإن كان طبعا هي من ضمن العادات اللي راح نعملها بالعيد. نعمل بعض الاحتياطات المهمة جدا. أول شيء نقلل نسبة الدهون في الكباب. رقم 2، لازم الفحم يستوي على الآخر، يعني يجمر، ويكون في مسافة بين الكباب والفحم عشان نقلل من كمية الأبخرة اللي طالعة. رقم 3 أو 4، يكون الكانون بشكل مائل حتى لا أستنشق الغازات. خذوا بالكم الغازات اللي بتطلع من تفاعل الدهون مع الفحم هي غازات سامة تحتوي على مواد نيتروجينية تؤثر سلبا على صحة الإنسان. نحاول ناخذ الاحتياطات اللازمة. كمان مش بس هيك، لما نيجي ننزل إصبع الكباب تعالوا نشوف
ايش الصحن او ايش نحط تحت الكباب عشان نحاول ان نقلل الجزيئات الحره اللي دخلت جوا الكباب او الغازات الضاره اللي دخلت جوا الكباب. تعالوا نشوف. عشان احنا نقلل من الغازات اللي دخلت جوا اصبع الكباب لازم الصحن يكون عليه بقدونس. وضع البقدونس في الصحن مش عشوائي. بقدونس بيحتوي على فيتامين سي ومواد مضاده للاكسده. فلما احط اصبع الكباب هيك انا بضمن انه البقدونس استطاع ان يمتص من الجزيئات الحره وهيك قدر الامكان بقلل من الجزيئات الحره دخلت جوا اصبع الكباب. في عاده خطيره جدا بتجاولها كثير حتى بعض المطاعم للاسف، لما بيجي بغطي الصحن بغطيه بالطريقه هذه وبصير الوجه اللامع لفوق، وهذه عاده خطيره جدا. ليش؟ الالمنيوم عباره عن وجهين، وجه مطفي ووجه لامع. الوجه المطفي ما فيه حمايه، لكن الوجه اللامع هو اللي فيه حمايه عشان السخونه والحراره ما تتفاعل مع ماده الالمنيوم. الصح انه انا اغطي صحن الكباب هيك، تمام، هذا الطريقه الصحيحه. طب لو انا غطيته بالطريقه هاي للاسف كثير من الناس بيعملوها، هصير عندي تفاعل ما بين الحراره اللي في الكباب مع ماده الالمنيوم، وهتنزل ذرات من الالمنيوم بالاكل راح تدخل جوا جسمنا، ومعروف ان الالمنيوم من المواد صعب انه الجسم يتخلص منها، راح تؤثر سلبا على صحه الانسان. و الدراسات بتقول انه زيادة ارتفاع الالمنيوم في جسم الانسان احد اسباب مرض الالزهايمر، الخرف، ومشاكل في الكلى وغيرها من المشاكل الصحية. عشان هيك الصح انه احنا هيك نستخدم ورق الالمنيوم. بعد ما قدمنا روشتة نصائح لعيد الاضحى برضو بدنا نذكركم بنصائح اخرى، وهي ما ننساش تناول الخضار ايام العيد، وننساش ايضا تناول الفواكه اللي هي الأكثر صحة، وأيضا بدناش ننسى ممارسة الرياضة حتى أيام العيد لو مشي نص ساعة يوميا، لأنه إحنا معنيين نقضي عيد بصحة وسلام. وتذكروا دائما الصحة أغلى ما نملك فلنحافظ عليها، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.